هيئة رئاسة الأغلبية دارت الاجتماع ديال فرق الأغلبية في هذا المقر كما قلت مقر حزب الاستقلال اللي عنده رمزية كبيرة بالنسبة للمغرب هذا المقر هذا. والموضوع ديال الاجتماع ديال الفرق الأغلبية هو دراسة جوج المواضيع أساسيين، هذه المواضيع اللي انتم كصحفيين وكمغاربة كلهم كيتسألوا على جوج المسائل أهم من أهمية بمكان، هي توازن الماكرو اقتصادية بلادنا، توازن المالية بلادنا، وكذلك استدامة التمويلات الموجهة إلى هذا المشروع الملكي الكبير جدا اللي هو الحماية الاجتماعية. هذا هو الموضوع ديالو. وجدنا دعينا فوزي القجع اللي هو الوزير المتدرب المكلف بالميزانية باش يعطي الشروحات اللازمة باش نبينوا للمغاربة ونبينوا للناس على أن هذا المشروع ديال بناء الدولة الاجتماعية اللي هو السارية ديالو الأساس ديالو هو هذا الحماية الاجتماعية، راه التمويلات اللي دارت الحكومة تمويلات مستدامة، تمويلات اللي هي كبيرة، لأن المواطن أنا ما عرفتش كتقول لك بزاف هذا الشيء، وزدتوا الأساتذة وزدتوا 100,000 درهم زيادة عامة للأجور، وزدتوا حيدتوا الناس اللي في الراميد 5.9 أي 10 البلايات تقريبا كتمشي للراميد، 10 المرات كتمشي للدعم المباشر للسكن، إذن هاد الفلوس كلهم هاد الإمكانيات كلهم، إذن كيطرحوا تساؤلات مين غتجيب الحكومة هذا الشيء؟ وبين بالأرقام على أن الحكومة في عامين في سنتين استطاعت أن بحكم ماشي غير هكاك ماشي غير بطريقة عشوائية على أن طبقات كاع المسائل اللي كانت في المناظرة اللي كانت ديال المناظرة الوطنية اللي كانت صغيرات حول الإصلاح الضريبي، هذا الإصلاح الضريبي طبقته فيما يخص التيفيا فيما يخص الدخل فيما يخص واحد العدد ديال المسائل هي اللي عطات هذا الهوامش كبيرة جدا للمالية العمومية، حيث على أن في 3 سنين طلعت المداخل ديال بلادنا ب 100 مليار درهم أي ب 2.5% سنويا، إذن هذا واحد المسألة اللي هي أساسية في بلادنا، إذن كاين تمويلات كاين مجهود دارت الحكومة فيما يخص هذا الموضوع، وهذا الشيء كله هذا الصرف اللي صرفته الحكومة لم يؤثر على نسبة النمو، لم يؤثر على نسبة التضخم، إن التضخم مسألة أساسية، التضخم لقات فيس، لقينا الحكومة لقات 72.2%، الان غاديه وكتنزل التضخم باش نوصلوا ان شاء الله في الافق 2026 الى 68% 69%. اذا بالرغم من ان الحكومه صرفات امكانيات كبيره التضخم غادي كينزلوا، علاش؟ لان كان مجهود كبير جدا في المداخل ديال الدوله سواء كانت ضريبيه او غير ضريبيه. اللقاء ديال اليوم ديال هيئه فرق الاغلبيه بمجلس النواب يندرج في اطار واحد اللقاءات تواصليه بعد نصف الولاية، واللي هات الحكومة اختارت في نصف الولاية الأولى أنها تشتغلوا في واحد الظروف ديال عدم تواصل باش عندها كان عندها ملفات وإكرهات كبرى، وبالتالي صعيب أنك تتكلم وتشتغل في نفس الوقت. اليوم دوزنا نصف المرحلة ديال الحكومة، كاين إنجازات، اليوم كاين ما نقوله وكاين باش نتواصلوا وكاين باش نتكلموا مع المغربيات والمغاربة. هذا اللقاء ديال اللي كتنظموا هيئة الأغلبية بمجلس النواب جاء في هذه السيرورة ديال بداية ديال التواصل مع المغربيات والمغاربة حول الإنجازات، ماشي شنو غادي يدار، حول الإنجازات، وكذلك باش نوصلوا المجتمع المغربي بصفة عامة المجهودات اللي كديرها الحكومة والتنزيل كيفاش نجحت في التنزيل ديال الأوراش الملكية، ونفتخر بأنها أوراش ملكية ونجحنا في التنزيل ديالها ونجحنا كذلك في التمويل ديالها. وهذا اللقاء ديال اليوم وهذا العرض اللي قدموه، العرض الرائع اللي قدمه السيد وزير المكلف بالميزانية، هو يبرهن مرة أخرى أن الحكومة لا تتكلم من فراغ، هو هضر على ما أنجز بالأرقام، وإن شاء الله بحول الله غادي نستمر في التواصل داخل الأغلبية، غادي نستمر الأغلبية ماشي فقط في المجلس النواب، هي في مجلس النواب المستشارين على أساس ماشي تواصل داخلي، هذا التواصل هو بداية ديال التواصل مع شرائح ديال المجتمع المغربي، مع المغاربة باش نوصلوا لهم شنو راه واقع وكيفاش الإكراهات اللي عند هذه الحكومة، كيفاش مع كل هذه الإكراهات قدرت أنها تحقق أرقام مهمة، التغطية الاجتماعية، التغطية الصحية، الدعم الاجتماعي، الأوراش كبرى التنزيل ديالها اللي سيدنا الله ينصروا بغاها لهذه البلاد والمواطنات والمواطنين. اليوم الحكومة بصدد التنزيل ديالها طبعاً
غادي يقولوا بلي كاين اكراهات وما نجحناش في الاول وكاين بعض المشاكل. طبعا ملي كتنزل واحد المشروع بهذا الحجم ديال التغطيه الصحيه وديال الدعم الاجتماعي وديال الدعم الاجتماعي المباشر غادي يكونوا اكراهات. المغربيه والمغاربه مطالبين باش ان شاء الله بحول الله يصبروا بعض الوقت لانه غادي ما حنا ماشيين والتحسين ديال الاداء غادي يوقع. هذا اللقاء اليوم جاء باش يتصنتوا الوزاره والحكومه تصنت على الملاحظات ديال النواب والمستشار اللي كيمثلوا الشعب من اجل التجويد، لان حنا عاد في البدايه ديال التنزيل ديال هذا البرنامج والورش الملكي الكبير، وان شاء الله غادي مور هذا اللقاء غادي يكونوا لقاءات اخرى في مواضيع اخرى. سنتواصل مع عموم الشعب المغربي عبر هذه الاليه وعبر اليات اخرى باش نعرفوا، باش ما يبقاش فقط الصوت ديال اللي كيعطي الحوايج السلبيه هو اللي يوصل. كاين حوايج ايجابيه، طبعا كاين اكراهات كاين مشاكل، ولكن امام الاكراهات والمشاكل كاين نجاحات. بغيت نشكر في البدايه سي عمر حجيره منسق اغلبيه بمجلس النواب على قيامه بهذه المبادره واختياره مع السيد الوزير لهذا الموضوع الهام باش يكون فرصه للتواصل للاغلبيه البرلمانيه مع الحكومه. بغينا ناكد كما اكدنا سابقا ان هذا اللقاء وامثال هذا اللقاء هي فرصه للاغلبيه باش تعبر على التماسك ديالها والتلاحم ديالها والمساندة القوية لها بالحكومة الحالية ولحصيلتها في نصف هذه الولاية. واللي في الحقيقة هذا الموضوع اللي اخترته الأغلبية باش تناقش فيه مع السيد الوزير، واحد الموضوع اللي أسال الكثير من يعني كان فيه بزاف ديال النقاش وفي بعض الأحيان بزاف ديال الديغافاج، ولكن هذه فرصة أخرى باش الحكومة تفيد وتستفيد في شرح استدامة المالية العمومية. اللي بغينا نقوله في الأغلبية أننا نهنئ الحكومة ماشي فقط على حصريتها ولكن على الحالة الجيدة للمالية العمومية، وخصنا نسطروا على هذه النقطة اللي المتلازمة ديال المالية العمومية هي اللي ديال الحالة الجيدة الحالة للمالية العمومية هي اللي غادي تمكن من تمويل الأوراش الملكية وخاصة ورش الحماية الاجتماعية اللي كان ليه الفضل فقط لجلالة الملك مبادرة ورؤية. اليوم غادي تكون أيضا كما قال سي حجيرة فرصة للتواصل. الحكومة تتعرف التواصل في المؤسسات الدستورية خارج المؤسسات الدستورية بطرق متعددة بكبسولات بلقاءات شعبية بلقاءات مع البرلمانيين بعدة لقاءات. مرة أخرى أرحب بكم باسم الأغلبية البرلمانية وأتمنى لكم مشاركة ممتعة في اللقاءات. يشرفني ويسعدني أن أتواجد مع فرق الأغلبية البرلمانية وأنا فريق أساند هذه الحكومة، وهذه المساندة ما جاتش من فراغ، إنها مساندة أولا لعدة أشياء. أولا كانت تربطنا بحزب التجمع الوطني للأحرار عدة أمور، كان عندنا لولايات متعددة فريق مشترك، ثم كذلك نقتسم معهم ومع جميع الأحزاب ثلاث مكونة للحكومة نفس المبادئ، وخاصة لما شفنا البرنامج الحكومي اللي جات فيه الدولة الاجتماعية ولأول خطرة كنسمعوا هذا البرنامج. إذا كانت مساندتنا مطلقة، والمساندة ديالنا تزادت لما جاء رئيس الحكومة المحترم وإعطى الحصيلة ديال نصف الولاية. هذه الحصيلة اللي كانت بالأرقام وبالوضوح تعبر عن الفعل وعن ما يجسده الواقع، بحيث الجميع الان لان احنا مآمنين بان هذه حكومه ما كتهضر حتى كدير الاشياء، فلما فعلت ولما انجزت هنا جا الكلام. وكنظن لان الكلام ولا جميع وسائل الاعلام اليوم ناولت هذه الحصيله وبايجابيه، يعني جميع اليوم جميع المغاربه مآمنين بهذه الحصيله وبهذه المنجزات اللي تنجزت على ارض الواقع. فهو واهم من يظن ان هذه الحصيله او هذا المشروع
ديال الدولة الاجتماعية اللي هو مشروع ملكي استراتيجي كبير اللي خص الجميع أنه يساهم فيه، لا معارضة ولا أغلبية ولا مؤسسات، كل واحد من الموقع دياله، أنه لأن خصنا ينجح هذا المشروع، هذا المشروع ديال الدولة الاجتماعية، هذه الأوراش الكبرى الاجتماعية اللي جات خصنا ننجحوها كاملين. ولهذا غادي يحضر معنا اليوم الوزير المكلف بالميزانية سي فوزي القشاع اللي غادي يعطينا بالمؤشرات وبالأرقام يعني ماذا استدامة هذه المالية العمومية وديمومة الأوراش الاجتماعية الكبرى اللي كينتظرها الجميع، لأن هذا هو السؤال المطروح، ومن حق أي واحد أنه يتساءل، لأن مشاريع كبيرة ومشاريع ضخمة ملكية استراتيجية ستؤثر ماشي على هذه الولاية ولكن لولايات جاية، واحد العدد ديال الأجيال أخرى غادي تستفد من هذا الدعم ومن هذا المشروع الاجتماعي الكبير اللي هو انطلق مع هذه الحكومة. إذن معنا السي فوزي القزاع اللي غادي يعطينا وغادي يزيد يوضح لنا أكثر باش يعني هنا نشوفوا كيفاش غنحافظوا على التوازنات المالية ديالنا، كيفاش غنقويو الاقتصاد ديالنا اللي خصو يتقوى، كيفاش غنجلبوا الاستثمارات، وحنا شفنا كيفاش السيد رئيس الحكومه اعطانا كيفاش انه وسع من الوعاء الضريبي وانه دخلات المداخيل، وغادي نشوفوا هذه الحكومه اللي اليقين بان عندها الذكاء الكبير باش غادا تجلب وغادا تحصل على موارد اخرى دون المساس بالمكاسب الاجتماعيه او لا بالقدره الشرائيه للمواطنين. وشكرا لكم.